حمانت مقالة ده هرقيس عاصمة ده جمهورية ده سومالي لان سيمو قوين لوغو سودا ويهي قدوميها قولها وكيلة ده سومالي لان اهنا مشرحة شقادة مدحتني مو حسبقة معارض كسومالي لان وداني دكتر عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو يوفتي بلادن هو قامين ايو اي كمي ده هايين هو قاميها حسبقة معارض كوداني مدانا حرسي علي حاج حسن قدوميها كميل قاد كا حسبقة وداني عبد غادر جرد يسراكيل سر سري وكتر سن قد ده فلنت يهو قانكا حسبقة وداني قيقيدة ديورده كهذا نعيقال انترناشنال ريبورتا يا وحاكو سودا ويا بغلال كتر سن بلشادة رير هرقي ساوكو قاشا من قاديد كنوعية دي سكالة دوان سودا وين ديران كدب وحاي وفتقاه قدوميها يهو قاميا حسبقة وداني سعود لغا كسود احمرين مدارك هرقي سا يقو قفقف سلامي انتي بدناي داد كيسي دا مقوين له سودا وين يي سودا وين تي كدب وفتقاه قدومية عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو ايا وحا وقوم هادنا غاي بلشادة سيدا بلاران ساقا يوفتقي ساوسوه قامي ساي واقوان هذا الذي ما هادنا قاها قدومية عيرو وكتشي دي مدار كارقي سا وحانو آدو قفر حسننا هاي وحانو قصور نغنو دلخ يجي هويو انا قوانا بطغ منا وحانو كتاقني ديبادة سفر حمو وحنو مهدنا غينا نمار شعبي غير سومالي لان هي تاغير ياشا حسبي وطني سيدا وي 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 نسود وي وحلو انا وعلا يلوان ما تنتهين إلا ما تمل عدا شوفتين انت سكت بدكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو ورباهين تقولها اللي يقولك وكدقن يا هي مقالة ظهر قيسا يا كور رماي سعودال كي يكون مريان بدي وضم ضا يوروب وكان يسقوك الله يا سفر كي هل كاسكو تجين يا وحيا به وقصو قبصو ماي وحين قصو دوينا لا قدوميهم متدهر دلقا مغلا يوروب كو مغلا شغب ضا سو قبطي صلى عليه قدومي واحد قصو دواتا واحد قصو دويتا هرقيسو وضا تيارة سومالي لاند هو ذا تيارة دبيش هو ذا تيارة روبك هو ذا تيارة حملة هو ذا تيارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن هل كنت علينا المرلا وضغم مهد نغوه الشعب يقرهير سومالي لاند ايه وضا تود دبيش يسبد لكم سيدي ونعكسين سودوي انا جاي وفدي الى السعودية waxaanu ku maqnaayeen safar shaqo oo aanu ku matelaynay idinka shacabiga ahaan waxaanu martiqaad ka helay markii hore dalka Ingiriiska maxaad caan oo la yaqaan oo la yiraahdo Chatham House halkaasoo siyaasadda lagu garfeeyo سفر كاشا وسو هو يي غودهان سومالي لاند مغا وناكسن وحنو سوفتا غشاي ان انا سو مر رو سفر كيغا ودما بدن او كميدها ودن كا انغريسكا حارونتا اي يو ده بلجيم براسلز دلكا جرمالكا دلكا اوستريا دلكا سويدن دلكا نوروي اي دلكا فينلاند arinta ugu muhiimsan ee dalalka u marayna waxay ahayd arinta dhibta badan ee xanuunka badan ee Soomaaliland ka jirta ee abaarta ah ee macluusha ah ee xanuunka ah gurmadkeeda maanta iyo hadhowba si dadka wax loogu qaban lahaa dhinaca kale Cabdiraxmaan Ciirro gudoomiyaha xisbiga wadan iyo golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu ka hadlay xadhigga loo geystay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee wadan uu ka mid ahaa xogayihii garabka dhalinyarada xisbigaasi Maxamed Sadiiq Dhame waa kan gudoomiye Ciirro oo mar kale ka hadlay xadhigga mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee muddo 2 toddobaad ku dhow ku xidhan saldhigga dhexe magaalada Hargeysa waa runtii aad iyo aad uga xumaanahay oo uga tiiraanyaysanahay in madax ka tirsan xisbiga wadani oo kamid madaxda ugu sarreysa xisbiga oo ku jiro gudoomiyihii garabka dhalinyarada iyo xogayihii sportiga la xidhay iyadoo wax dambi ah loo haynin sifo sharci ah loo haynin arrintaas waxa ay aqtay sharci jabin waxa ay aqtay burcadnimo waa ka xumahay xaalada ay ku sugan yihiin ay ka soo maray raashinka waa ugu baaqaya xukuumadda in laga noqdo arinta sharci darrada oo sharciga loo soo noqdo oo loo soo daayo xorriyadoodii loo soo daayo
كما رالي نوان كرنو منا أقبالي كرنو إن مالو والبستراكي كستعان حسبيقا لحلو أرين تاسي عدك بانوغا سور شيدنا منا أقبالي دوانو إن شاء الله تعالى. وعلي مهدي جبريل تلفزيون كعالمي قاهي كالسان مقالة دهر جيسا.